بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم البسيط والسريع هو بخصوص تعريفات جهاز الكمبيوتر. أكيد الكثير من صادف هذا المشكل بعد تنصيبه نظام جديد أو عامل فورمات للجهاز، فوقع في مشكل التعريفات الخاصة بالكمبيوتر. وهذه التعريفات خاصة بالرسومات وتعريفات الصوت والكارت كارت الشبكة وغيرها من التعريفات، حتى تعريفات بعض الأجهزة المتصلة عبر منافذ USB وغيرها. في هذا الدرس سنقوم بشرح بعض الطرق شخصيا نستعملها لحد حل هذه المشاكل. أولا يجب علينا معرفة اسم اللوحة الأم الخاصة بهذا الكمبيوتر. إذا كنت اشتريت جهاز كمبيوتر جديد، ربما ستجد في العلبة اسم الجهاز أو اسم لوحة الأم الخاص به. إذا لم تجد، يمكنك فتح الجهاز في الداخل في لوحة الأم. مثلا في هذه اللوحة تجد هذا الشكل، في هذا الشكل تجد اسم في مثل هذه الحالة جيجا بايت جي اي اف 2 ا. هذا هو الاسم، ناخذ هذا الاسم ونبحث عنه درايفرز في محرك البحث جوجل او غير ذلك. هذه الطريقة لمعرفة اسم المادر بورد. الطريقة الثانية هي الذهاب الى run executable وكتابة هذه الكلمة dx diagnostic ثم اوكي. تظهر هذه النافذة فيها بعض المعلومات عن الكمبيوتر. في إذا كانت تعريفات مفقودة، فربما لن تجد تعريفات أو اسم تعريفات هنا. في بعض الحالات تجد اسم تعريف الشاشة وغير ذلك، ولكن تريد البحث عن تعريفات الصوت وغيرها. حتى في مثل هذه الحالة موديل دي سيستم، هذا هو اسم هذه المادر بورد الخاص بهذا الكمبيوتر. فتأخذ هذا الاسم وتبحث في جوجل، محرك البحث جوجل. هذه الطريقة الأولى لمعرفة اسم المادر بورد. الآن سنستعمل طرق أخرى باستعانة بمواقع والبحث عن تعريفات الكمبيوتر. الموقع الأول هو هذا درايفرز كلاود، تجدون رابط هذا الموقع تحت الفيديو. هذه الواجهة الخاصة به. تحت هذا الموقع الذي العديد من اللغات، يمكن تغيير اللغة. سأستعمل اللغة الفرنسية في الشرح. لاستعماله نذهب إلى هذا القفل، نضغط عليه بدء الكشف، ثم نجد قفلين. هنا بعض الشروحات كيف تستعمل القفلين. هناك برنامج صغير مرافق لهذا الموقع ستقوم بتحميله إلى جهازك وتنصيبه. هذا البرنامج هو الذي يقوم بمسح جميع الهاردوير الخاصة بالكمبيوتر وإعطائك أسماء، ليعطيك أسماء التعريفات الخاصة بك. ثم في الموقع يعطيك روابط لتحميل هذه التعريفات. أنا قمت بتحميل هذا البرنامج من هنا. تضغط في هذا المكان، ثم تختار نوع النظام 32 بايت أو 64 بيت. تختار الذي يتوافق مع نظام الجهاز الخاص بك، ثم بعدها تقوم بتنصيبه بالضغط عليه، ثم تنصيب هذا العميل، تنصبه في جهازك وتعود إلى الموقع، ثم تعود بالضغط إلى بدء الكشف. هذه المرة تضغط على القفل الأول، يبدأ الكشف ديماري ديتكسيون، فتظهر لك هذه النافذة الصغيرة، هذه النافذة. ثم تضغط على هذا الزر كذلك ديتكتي. الآن يقوم بالمسح على كل الأجهزة المتصلة وحتى الهاردوير الموجودة في الكمبيوتر. ننتظر قليلا. عند الانتهاء تفتح نافذة جديدة، وهذه النافذة يعطيك جميع أسماء
الهاردوير الموجودة في جهازك، ثم تنزل إلى الأسفل وتضغط على هذا المكان، القفل الأول في هذا الأقفال الأربعة، القفل الأول تروفي لبيلوت. عند الضغط عليه يفتح موقع آخر أو صفحة أخرى، فهنا يعطيك الروابط لتحميل مباشرة تحميل التعريفات. في هذه الحالة أن التعريفات الخاصة بالكمبيوتر كلها موجودة، فمع هذه التعريفات الجديدة يطلب مني تغيير إلى آخر إصدار. هنا كرت الشبكة، وهنا USB أوديو أو درايفر الخاص بالميكروفون الذي أسجل به الآن. هذا هو الموقع الأول. الآن نذهب إلى الموقع الثاني. الموقع الثاني هو درايفر ماكس. هذا الموقع درايفر ماكس، عند الدخول إليه كذلك تقوم بتحميل هذا البرنامج الصغير مجاني. عند تحميله حجم هذا البرنامج 5.45 ميجا، تقوم بتنصيبه في جهازك، ثم تقوم بفتحه. قوموا بفتح الآن درايفر دي، درايفر ماكس، هذا هو درايفر ماكس. هذه الواجهة الخاصة به، يعطيك بعض المعلومات على جهازك كذلك، ثم تضغط على هذه النافذة. يبدأ الآن بمسح أو سكان أو مسح تعريفات. الآن كما تشاهدون وجد 13 تعريف جديد. إن كان تعريف هناك تعريفات كثيرة يعني منصبة بشكل جيد، وإن كان تعريف غير متواجد في كمبيوتر الخاص بك تجد هنا داونلود. في هذه الحالة يطلب مني الترقية إلى النسخة أحسن من التعريفات. فهذا البرنامج أكيد هو غير مجاني، ولكن مجاني إذا قمت بترقية عنصرين فقط من النتيجة كلها يوميا، عنصرين يوميا بدون الانتظار يوميا. يمكنك أخذ اسم التعريف الكامل من هنا والذهاب إلى موقع جوجل أو محرك بحث جوجل والبحث عن هذا الدرايفر. سنجرب باسم لوحة الأم الخاص بهذا الكمبيوتر. نذهب إلى محرك البحث جوجل، أقوم بكتابة اسم MS-75-92، فيعطيني التعريفات الخاصة بهذا الكمبيوتر. أخيرا موقع آخر وهو DriverScape. تقوم في هذه الخانة تضع اسم المذربورد الخاصة بك كما شرحنا طريقة العثور على الاسم في الأول فيديو، تضعه هنا ثم سيرش، فيعطيك قائمة بجميع التعريفات الخاصة بك. هذا الموقع كذلك مشهور ولديه الكثير من التعريفات الخاصة المخزنة فيه، يمكنك الاستفادة كذلك من خدماته. إذا في الأخير كان هذا الدرس اليوم. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الدرس أو الشرح التالي، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.